شهداء ومناضلون قدموا أغلى ما يملكون. لم تهتز مبادئهم وإيمانهم بنهج البارزاني الخالد، لم ينحنوا لأعداء الكرد، من بينهم الشهيد صلاح يونس. ما هي سيرة حياته وقصة اختطافه وتعرضه لتعذيب نفسي وجسدي في معتقلات حزب الاتحاد الديمقراطي بيدا؟ ولد المناضل صلاح محمد سعيد يونس عام 1968 في قرية تلحبش التابعة لمدينة عامودة بكردستان سوريا. انتسب إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا عام 1987، اعتقل من قبل أجهزة النظام السوري الأمنية 5 مرات، المرة السادسة كانت على يد بيدا في 14 من يونيو حزيران عام 2016، وبقي في السجن لمدة 3 أشهر. سأوضع الصحي داخل السجون نتيجة سوء المعاملة في سجون بيدا، بدءا من سجن عامودة حتى سجن قناة السويس شرق قامشلو، بهدف الضغط عليه وهز مبادئه وإيمانه بنهج البارزاني الخالد والحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا، وبعد فشلهم في مآربهم من جهة وسوء حالته الصحية كثيرا من جهة ثانية، أطلق سراحه من زنازين بيدا. توجه الشهيد صلاح بعد ذلك إلى أربيل ليعالج نفسه بعد أن رهن منزله عند بيدا سمحوا له بمغادرة قامشلو، وبعد ما يقارب 3 أشهر فارق الحياة واستشهد متأثرا بما لاقاه من تعذيب وحشي في سجون بيدا. باستشهاد المناضل الكردي صلاح يونس، فقد الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا ونهج البارزاني الخالد والحركة التحررية الكردستانية أحد أعمدته في مدينة عامودة وكردستان سوريا عامة، لكن نضاله وشجاعته وصموده وعزيمته كما مئات المناضلين الكرد والشهداء ستبقى خالدة في ذاكرة الشعب الكردي دون زوال.